انعقدت اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي تمهيدا لعقد الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر انطلاق أعمالها يوم السبت المقبل في القاهرة. وفي اتصال هاتفي في نشرة إخبارية سابقة، أكد سعادة السيد علي عبد الله العرادي عضو مجلس الشورى أنه جرى خلال اجتماعات اللجان استعراض التقارير المتعلقة بتطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية في المنطقة العربية. طبعا دأب البرلمان العربي في جلسته العامة على أن يستعرض تقارير هذه اللجان وأن يقوم باعتماد توصياتها، كما أيضا أن البرلمان العربي من المزمع كذلك أن يتبنى مجموعة من التوصيات الأخرى الخاصة بالحالة في دولنا العربية، وكذلك أن يصدر بعض البيانات المتعلقة بمستجدات الوضع. من المرتقب كذلك أن يتم الترحيب أكيد ب الاجتماع جامعة الدول العربية الذي عقد في مملكة البحرين على مستوى القمة برئاسة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظ الله ورعاه، وأن يشيد كذلك بمخرجات هذه القمة وما نتج عنها من بيان ختامي ومن إعلان البحرين، وما خرج كذلك عن هذه القمة من مبادرات عربية ستسهم بإذن الله تعالى في تعزيز العمل العربي المشترك وفي الاطلاع كذلك بتطلعات الشعوب العربية.